كما أشار معاليه إلى أن ما ميز هذه الانتخابات هو المشاركة المتميزة للمرأة البحرينية ولفئة الشباب، منوها إلى أن المشاركة كانت كبيرة وشملت جميع الدوائر. هناك حضور مميز للمرأة البحرينية في هذه الانتخابات، في حالة انفتاح المجتمع على انتخاب المرأة، في ثقة في المرأة، في ناس قاعدة تقبل على التصويت للمرأة. ولاحظنا هذه سواء كانت من نسبة أو عدد المترشحات اللي وصل حوالي 47 مترشحة على مستوى الانتخابات هذه، وكذلك على ردود أفعال الناس فيما يتعلق بالتصويت للمرأة. يمكن الشيء الثاني وهو المهم بالنسبة لي أنا في وزارة العدل هي مسألة حالة الدائرة المفتوحة. تتذكروا الأول كان في معاقلنا وأماكننا ومناطقنا، الدوائر مفتوحة، الكل شارك، أطياف المجتمع كلها شاركت في جميع الدوائر. وهذا ما يعنيني أمانة أن هناك ترسخ للعملية الديمقراطية وهناك سعة في المشاركة أمام كل أطياف المجتمع، وبالفعل اليوم ممكن أنت شاهدت ذلك شاركوا. الشيء المهم يمكن كنا في قمة الشباب اللي انعقدت مؤخرا تحت رعاية سيدي سمو ولي العهد وبتنظيم وحضور سمو الشيخ ناصر في مسألة الاهتمام بالشباب. الشباب اليوم شكلوا حوالي 50% 50,000 ناخب اللي بنتكلم عن يدخلوا لأول مرة، لكن حقيقة لو تشوفوا نسبة المشاركة ستجدون أن الفئة العمرية ما بين 20 إلى 30 هي أكبر نسبة شاركت في الانتخابات. ما بين 20 سنة إلى 30 سنة كانوا هم الأكثر مشاركةً.